صلاة الضحى مختلف فيها، هل هي سنة مطلقة أم ليست بسنة، أم أنها سنة إذا وجد سبب كمن كان يصلي الليل ففاتته صلاة الليل فيصليها يعني الضحى لأن ورده بالليل قد فاته؟ الصحيح أنها سنة مطلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مفصل يعني عضو من أحدكم صدقة، وجاء عند مسلم أن في ابن آدم 360 مفصلة، من هنا يلزمك في كل يوم أن تتصدق عن كل عضو أو مفصل بصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى، فمن صلى ركعتين في الضحى فقد أتى بصدقة تساوي 360.